حياتي. الورق اللي في ايدي ده ورق رسمي، والحقيقة انه مش مجرد ورق او مجموعة ورايقات، انما ده جزء من تاريخنا، مش تاريخ القضاء والقانون في مصر وفقط، ولكن تاريخ بلد. الورق ده هو الذي يحمل حيثيات حكم مجلس الدولة بمنع تصدير الغاز الى اسرائيل. بتبدأ الورق وكالعادة ببسم الله، باسم الشعب، مجلس الدولة، محكمة القضاء الإداري. كان مهم قوي نعرف حيثيات القضاء الإداري لما حكم يوم الثلاثاء اللي فات بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، مخالفا بذلك تعاقدات الحكومة، أو خلينا نقول مصرحا بأن تعاقد الحكومة كان خطأ بشكل أو بآخر. وصحيح إن حكم ابتدائي وفي درجة أخرى للتقاضي، إنما كان مهم قوي نطلع على حضراتكم على قناعة المحكمة عندما قضت بمنع أو وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل. بعد تفاصيل قانونية كثيرة جدا لن أفهمها ولن يفهمها كثير من المشاهدين، هنقول اللي ممكن نفهمه. ولما كان ذلك، وكان البادي من ظاهر الأوراق وفي ضوء ظروف إصدار القرار المطعون فيه أنه صدر من وزير البترول ملزما الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بالتعاقد على بيع الغازات البترولية وضمان توريدها إلى شركة بعينها، وذلك بشروط مجحفة وأسعار بخسة مقدارها 75 سنتا لكل وحدة غاز حرارية، في الوقت الذي يتجاوز فيه السعر العالمي لهذه المنتجات 9 دولارات وقت رفع الدعوة، حسبما ذكر ذلك المدعي بعريضة دعوة. ومن حيث أنه قد ورد كذلك بالمستندات المشار إليها أن مسؤولين كبار بالحكومة ونوابا بمجلس الشعب وخبراء مصريين متخصصين طالبوا مرارا بضرورة مراجعة عقود تصدير الغاز، وذلك للحصول على أسعار عادلة لبيع هذه الثروة، وبالنظر لأن البيع بالأسعار الحالية الواردة بعقود البيع المبرمة بناء على القرار المطعون فيه قد أهدرت وتهدر يوميا على خزينة الدولة ملايين الدولارات، وبذلك تفقد مصر موردا مهما من مواردها وجزءا كبيرا من ثروتها، والتي كان يمكن لو أحسنت الإدارة التصرف فيها أن تحقق زيادة كبيرة في عائدات الدولة المادية، بما من شأنه أن يعود على المجتمع بتحسين في دخل أفراده وخدمات إضافية تيسر له سبل المعيشة. وإذ يتعارض تصرف الإدارة، الإدارة هنا المقصود بها الحكومة أو التصرف الوزاري، ما زلت مع حيثيات حكم القضاء الإداري، وإذ يتعارض تصرف الإدارة سالف الذكر مع اعتبارات الصالح العام الذي يجب أن تسعى إليه كافة أجهزة الدولة، كما أنه لا يستقيم مع ما تقضي نصوص الدستور المصري من حرمة الملكية العامة، وإلزام كل مواطن بواجب حمايتها ودعمها باعتبارها سندا لقوة الوطن، مادة 33 من الدستور. ثم ينتهي هذا الجزء الرسمي بحكمة المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب. صحيح أنه ممكن يجد في الأمور أمور، إنما مثل هذا الكلام ومثل هذا الورق ومثل هذه الأحكام لا تعد تاريخا فقط للقضاء، ولكنها تاريخ للوطن، لمن يريد أن يقرأه في أي وقت حاضر أو لاحق. ده كان حاجة مهمة جدا النهاردة كنا حريصين إحنا نحصل عليها، على النسخة من مجلس محكمة القضاء الإداري. نبتدي بالرحلات المقدسة السنوية، رحلة الحج اللي يمكن صحيح الناس بتتعود عليها اللي بيتفرجوا بس، إنما اللي بيعيشوا تجربة الحج سواء برا أو بحرا بالقرعة أو مع الجمعيات، هي تجربة لا ينساها الفرد المسلم ما حي. الطبل والزغاريد ودع أهالي حجاج القرعة والجمعيات ذويهم اليوم، حيث انطلقت أولى رحلات الحجاج جوا بدءا من فجر الأربعاء الماضي.
ومع زيادة عدد الحجاج هذا العام ارتفعت عدد رحلات الطيران إلى 400 رحلة خلال موسم الحج الحالي. حالة من النظام سيطرت على الصالة المخصصة لاستضافة الحاج مع مودعيه. نشوة تانية، لأن رايح أماكن كل المسلمين وكل الناس تتمنى أنها توصل للمكان ده. حسب عم براحة واطمئنان ورهبة وخوف، وحسب بقدرش أقولك إيه المتعة اللي أنا فيها دلوقتي. بقالي سنين وأيام مستنياه، ربنا وعدني، قدمت كذا مرة ما طلتهاش، ربنا ناولهالي الحمد لله، عقبال الحباب كله ربنا يقولها للجميع يا رب، يا رب الكل ينوعد كلكم يا حبيبتي، يا رب يا رب الكل ينوعد. ده من حسيت بالفرحه الكبرى كلها، ما نسام من الدنيا مش سيعاني دلوقتي، راح ازور بيت الحبيب الرسول عليه الصلاه والسلام وازور الكعبه المشرفه. سعيد جدا وكاني مولود جديد. لا احلى يوم خلقه ربنا من يوم من ولدنا لحد النهار. حاسه بشعور جميل ما حسيتوش قبل كده. حاسس بسعاده، حاسس بحاجه يعني طير، عايز اطير للنبي، عايز اطير للكعبه. ده نادالي ربنا، نادالي وانا لبيتني ده. كما احتفلت مدينة السويس بتوديع الفوج الأول والثاني من حجاج القرعة والذين غادروا عبر ميناء بور توفيق. حجاج المراكب اللي اطلعوا من عندنا من أنس التوفيق، في منهم اتنين من سفاجة واربعة من السويس، هطلعوا بفصل يوم بعد يوم المركب. نشعر بالسعادة والسرور لتوديعنا لحجاج بيت الله الحرام، وندعو الله تعالى لهم أن يوصلهم سالمين وأن يعودوا إلينا غانمين. ينطلق من مصر هذا العام 76 ألف حاج، بزيادة 12 ألف حاج عن العام الماضي، يودع آخرها مصر في أوائل ذي الحجة. زيارة بيت الله الحرام لحظة ينتظر الكثيرون أن تكتب لهم، فحج مبرور وذنب مغفور. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ياسمين أبو خضرة، العشرة مساء. كل عام والجميع بخير، وتتحقق الأماني سواء في الحج أو التوبة والغفران. يوم الخميس اللي فات حصل استدعاء لعدد من الصحفيين على رأسهم رئيس تحرير جريدة المصري اليوم الصحفي مجدي الجلاد، وذلك لنظر أو التحقيق في اتهام موجه لهم. والحقيقة بعد تسارع الساعات أصبح الاتهام موجه لهم للمصري اليوم ولجريدة الوفد باختراق قرار حظر النشر في قضية هشام طلعت مصطفى. يذكر أنه المصري اليوم وجريدة الوفد في تغطياتهما للجلسة الأخيرة التي نظرت في هذه القضية أشارا أو نشرا بعض من أقوال الشاهد، أحد الشهود اللي يستمع لهم في القضية. فريد الديب محامي هشام طلعت مصطفى طلب من هيئة المحكمة أن تحقق فيما اعتبره انتهاكا لقرار أو اختراقا لقرار حظر النشر. تم استدعائهم وتم التحقيق معهم في النيابة، أخلي سبيل كل من رئيس تحرير المصري اليوم واثنين من الصحفيين. أيضا تم الاستماع لأقوال أستاذ عباس الترابيلي رئيس تحرير جريدة الوفد وصحفي آخر، كلهم بالتحقيق تحت نفس التهمة. كل الصحفيين أنكروا أنه يكون في أي نية أو تعمد لاختراق حظر النشر، و عدد من المحاولات ربما لإبراز الاحترام الكامل لقرارات القضاء، وأن ما ورد أو ما نشر على لسان الشاهد كان موجود بالأساس في تحقيقات النيابة فيما سبق قرار حظر النشر. الحقيقة أنه لا أحد يعلم هل ستحال هذه التحقيقات إلى المحاكمة أم ستحفظ في النيابة، ولكنها مسألة مهمة تخص صحف مهمة، تخص قضية هامة جدا تحدثنا فيها أكثر من مرة نحن وغيرنا، تهمة اختراق حظر النشر في قضية أو حالة نادرة أو تكون الوحيدة التي حظر فيها النشر أثناء تداول القضية في المحكمة. هذا الخبر ربما خلال ساعات أو غدا نعرف جديد فيه.
الحقيقة في عندنا مجموعة من الأخبار اللي لها علاقة بالقضاء، لأنه من سنة 2002 كان في قضية مشهورة جدا، قبل بقى ما تطلع قضايا هايدلينا وقبل ما تطلع تحقيقات لها علاقة باحتكار، كان في قضية الموسم في ذاك الوقت، هي قضية الأسمدة أو المبيدات المسرطنة، خليني أكون أكثر دقة.